السلام عليكم متابعي قناتنا بركاني. اليوم هذه الليله البارده هنا امام نافوره ليمونه بمدينه بركان نستقبل المستثمر طارق بن المير عن عائله الفيقي. بطبيعه الحال العائله اللي كتسير هذه المشاريع ديال التوين هنا وسط مدينه بركان. اذا نستضيفه في لقاء حصري على قناه انا بركاني. سي طارق السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تبارك الله عليك. انا بركاني كنشكرك على الزياره ديالك التوين وكنرحبوا بك وكنرحبوا بجميع الناس اللي كيجيو لهنا التوين الساكنه ديال المدينه. شكرا سي طارق. اذا هضرنا على الافتتاح اليوم الحمد لله ديال المقهى والمخبزة كذلك في انتظار افتتاح المطعم كذلك المقابل التوين. بالفعل اليوم كان الافتتاح تاع المقهى اللي الافتتاحات كانت تدريجيه. نهار الاول افتتحنا المخبزة اليوم كنفتتحوا المقهى تاع التوين. ايام قليله ان شاء الله غادي نفتتحوا المطعم. هذا الشيء مشى تدريج نظرا ان ما بغيناش نحلوا كل شيء خطره واحده حيتاش باش تكون واحد الافتتاحيه في المستوى في النظام في العامله تكون جاده ان شاء الله في السيرفيس. لهذا ارتئينا اننا نفتتحوا كل مره واحد لو بوان باش الامور تمشي من جاده ان شاء الله. سي طارق هضرنا على شنو كيميز كافي توين مخبز التوين، شنو الجديد اللي جابتو للمدينه؟ المدينه مخبزة ومقهى ومطعم توين الحمد لله الزوار اللي غادي يجيو لهنا غادي يشوفوا ان واحد الجماليه نتاع المشروع اللي غادي يعطي واحد القيمه مضافه للمدينه اللي كنا كنفتقدوها سيرتو في الخدمات. انه الواحد فاش كان يبغي يمشي القهوه مزيانه وداك الشيء دابا الحمد لله المدينه ديال بركان نقدروا نخرجوا نقدروا نجلسوا مع العائله مع الاصدقاء مع الضيوف في واحد المقهى والمطعم اللي يليق بالساكنه ديال المدينه ديال بركان وباللي يفرح الساكنه. والحمد لله هذا الشيء جاء بعد واحد المتاعب كثيره اننا وصلنا باش نديروا هذا المطعم باش كتاخذ الذوق وتاخذ بزاف ديال الامور. ماشي سهله انك تجي وتخرج للوجود هذا الشيء. سي طارق بطبيعه الحال بغيناك تهضر لنا على يعني مثلا الانواع المختلفه مثلا ديال المشروبات والاطعمه خصوصا كيتسال يعني الساكنه ديال مدينه بركان على لي بري وعلى لا كاليتي وكذلك على الاشياء اللي جات بها التوين. بطبيعه الحال كيقولوا ان جات بحوايج فيها لا كاليتي وكذلك حوايج ربما اللي اول مره تدخل لمدينه بركان خاصه في الريستورون. بالفعل هنا عندنا تبارك الله اطباق متنوعه اللي غادي تكون في المطعم وفي المقهى مشروبات متنوعه في المستوى الكبير. الاثمنه جد مناسبه بالنسبه للساكنه ديال المدينه وهذا الشيء راه كاين قيمه مضافه للمدينه اللي ان شاء الله غادي كاع البركان يفرحوا بهذا الشيء هذا. وكذلك سي طارق ربما يد العامله تشجيع يعني ابناء المدينه وكذلك يستافدوا من الخبره ديال يعني العمال اللي كيجيو من خارج المدينه. حنا اليد العامله حنا ديما كما قلتها مرارا وتكرارا حنا ديما الاولويه الناس ديال بركان. ماذا بينا حنايا نشوفوا الناس ديال بركان هنايا انهم يخدموا يعطيوا واحد القيمه مضافه ويعاونوا راسهم. لحد الان عندنا اللي دخلنا الناس اللي يخدموا من خارج المدينه وبالمدينه وان شاء الله بالاحتكاك ربما وبالايام تكون الخبره وتكون التجربه ربما يعوضوهم. جان سي طارق كذلك انت من المستثمرين كذا العائله ديالكم المستثمرين القلائل ببركان اللي يعني خسروا فلوس مثلا على النافوره على المدار ديال الليمونه اللي هي النافوره اللي امامكم باش في واحد الجماليه على الشارع العام وعلى المدينه قبل ما يفكروا ان التوين تربح وقبل ما يفكروا ان التوين تزيدها جماليه. الحمد لله اللي عنده غيره على البلاد ديالو المدينه ديالو بالاخص راه ما يفكرش انه دار ان بي سي سمو عطى واحد واخا خسرنا الفلوس واخا كذا حنا ديما الحب ديال المدينه ديالنا هو اللي شحال قامت النافوره هذه؟
نقدر نقول لك ارقام، ما نقدرش نقول الارقام بالضبط، ولكن تجاوز واحد 2 مليون ديال الدرهم منها ومن الاخر، والحمد لله هادشي مبلغ كبير ولكن ماشي خساره في المدينه. بركان تستاهل اكثر، تستاهل اكثر بركان ان شاء الله، زايده وتزيد لقدام حسن الاحسن، وان شاء الله ما يكون غير خير في المدينه. وحنا كشباب تاع المدينه كنتمنوا نعطيو اكثر، نتمنوا نعطيو اكثر على المدينه ان شاء الله. دينا سي طارق كلمه اخيره ساكنه مدينه بركان وزوار مدينه بركان، باش انهم يعني يجيو ويكتشفوا ويعرفوا ويشوفوا التوين. الكلمه اللي نختتم بها هي ان اخوان في جيجي كيرحبوا بجميع الناس اللي يجيو التوين، خاصة الناس ديال بركان والناس ديال الجهة الشرقية، ناس أحفير أكليم وجدة الناظور، مرحبا بهم في التوين، وإن شاء الله يربي يحيد علينا هذا الوباء. مرحبا بالجالية المقيمة بالخارج اللي توحشناهم حبابنا وصحابنا، إن شاء الله يجيو غادي يعجبهم هذا الشيء وغادي يفرحوا بالبلاد ديالهم. وهذا الشيء اللي راه دار في بركان حنا لهذا الاستثمار اللي درناه كيزيد يشجع بزاف نتاع ابناء الجاليه انهم يستمروا في المدينه، من يشوفوا مشاريع بحال هذه هذا هو اللي غادي يخليهم يزيدوا يستمروا، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا السي طارق المير عن عائله الفيديو، نتمنوا المشروع ينجح ان شاء الله، وكذلك انفتاح على مشاريع اخرى وتطوير المشروع كذلك، ربما اللي غادي يكون واحد السلم وسط الطريق، واحد ربما اشياء اخرى تعطي جماليه لهذا المدار مستقبلا ما نسبقوش الاحداث. بالتوفيق والى اللقاء، ونتمنى لكم تزوروا توين بشارع محمد الخامس. الى اللقاء، شكرا.